الجميع بدون يطلعون عليها. في مثال بسيط لثلاث نقاط مع بعضها. اذا كنت انت موظف اتش ار ممتاز وعندك اكسل شيت فيه اللي هو سلم الرواتب. اذا كنت انا موظف اتش ار عندي سلم الرواتب، انا اكون مخول اني انا اشوف سلم الرواتب از كونفدينشاليتي، از سريه، ما حد يقدر يطلع عليه غيري. النقطة الثانية، إذا قلنا اني انا موظف اتش ار وماسك البيرول على سبيل المثال، انا اقدر اعدل على سلم الرواتب. هذه تعتبر من الانتجريتي. لكن إذا جاء واحد وحذف لي الاكسل شيت كامل، هذه تعتبر من الافيلابيلتي، لأنه كان معروض للعالم، جاء واحد حذفها. هذا الافتراض. عندنا أنواع كثيرة من الاتاكس، السايبر سكيورتي اتاكس، وفي أنواع كثيرة، ما ودي أتطرق لها از تكنيكال سايد، لأن في بعضكم أتوقع أنها من بزنس. فباخذها هاي ليفل، اللي هو موضوعنا اليوم بيكون عن السوشيال انجينير اتاك، واللي هي الهندسة الاجتماعية. مفهوم الهندسة الاجتماعية، وش الهندسة الاجتماعية؟ نتطرق لها بعد شوي. عندنا denial of services، ومن ضمنها DDoS، اللي هو DDoS attack و DDoS attack، distributed denial of services. مثال بسيط، ان عندنا ويب سايت دخلوا عليه اكثر من يوزرز، صار الويب سايت داون، الهكر يقدر يدخل ويخترق الويب سايت ويسحب المعلومات اللي يبغاها واللي يحتاجها. باسورد اتاك، هذه معروفة كثير عندنا. باسورد اتاك في تولز الان وفي ابلكيشنز منفذة بس بكسر كلمة المرور. موجودة وجاهزة في انظمة كثيرة. من ضمنها شيء اسمه روت فورس، محاولة عدة يمكن بالملايين عشان انا بس اكسر كلمة مرور. فالبست براكتس انه يكون اب تو 8 كاركترز عندنا، كابيتال سمول، علامة تعجب او اي علامة رموز، يكون في ابيض. والنقطة الرابعة اللي هو SQL Injection Attack، اللي هي عبارة عن اختراق قواعد البيانات. كيف أنت تخترق وتسحب قواعد البيانات من مواقع أو من أنظمة. في طريقة بسيطة عندنا، ممكن أنا أجي أدخل على موقع الجامعة، أي موقع، مو شرط موقع الجامعة، أو موقع صفحة بوابة حق الطلاب اللي هي الإنديكيت أتوقع. فإشارة بسيطة ممكن في URL، احط تعجب او احط استفهام، يظهر لي التيبل انه عندي الفرنبلتي، عندي الثغره حقت الداتا بيس، ومن ضمنها بعدها اقدر اسحب كل قاعده البيانات حقت الطلاب. في اشياء بسيطه ممكن نقدر نستفيد منها عشان نقدر نخترق قواعد البيانات. الشغله الثالثه، هذه اتوقع انها هي الشغله خطيره واللي تصير كثير، لان اغلبنا غير مهتم انه يشبك على اي واي فاي، بس اهم شيء انه يشبك واي فاي خلاص. هذه مشكلة ترى كبيرة عندنا. على سبيل المثال، هذا ما نبدأ من الاتاك، أنا أقدر بيني وبين الراوتر اللي شابك عليه أخلي الناس تمر من عندي وأسحب المعلومات وأشوف الكريدنشال كلها اللي هو يتصفحها وأسحب المعلومات حقتها وأستخدمها. على سبيل المثال، رحت ستاربكس بشبك على الواي فاي حقه، لكن لقيت في واحد ثاني داخل شغال، خذ كلمة ستاربكس حطها، خلاها ستاربكس الواي فاي، أنت شبكتي عليه او انت شبكت عليه، صار يمر الراوتر، مو بالراوتر حق ستاربكس، الراوتر جهازي، اي معلومات انت تبحث عنها، اي باسورد يجيك انا اشوفه. هذه نقطة مهمة جدا من ناحية الواي فاي. اول شيء، وش تعريف السوشيال انجينير؟ في احد عنده خلفية عن السوشيال انجينير او الهندسة الاجتماعية؟ السوشيال انجينير يمكن تقدر تقمص شخصية واحد ممتاز عشان توصل إلى انفورميشن معينة، يعني تتصل على السوشيال سكيورتي الكريدت كارد كمباني مثلا. جميل. هذه سواها في أمريكا، تتصل على الكريدت كارد كمباني تقول أنا فلان أو أنا قريب لفلان وتاخذ انفورميشن عنه، يسمونها كريدت كارد فور. تقريبا هذا نوع من أنواعها، لكن في أشياء تحتاج إنك تنفذها قبل. في أحد عنده خلفية عنها برضو، عن الهندسة الاجتماعية؟ وش الهندسة الاجتماعية؟ مثل ما قال نواف، انك انت تقمص شخصية ثانية عشان تخترق شخص تبغاه. لكن بالاصح اللي هي اغلبها يعني تكون الطريقة الوحيدة اللي انت كيف تسحب المعلومات من الشخص اللي قدامك او من التارجت اللي قدامك، ثغرات معينة انت محتاجها منه او نقاط ضعف عنده تقدر تسحبها منه. عندنا لايف سايكل للسوشيال انجينير. وش عبارة عن اللايف سايكل؟
الويب سايت عباره عن اول شيء اني انا اجمع المعلومات عن التابلت حقي. على سبيل المثال انا بتواصل مع واحد سي او حق شركه وابي انا هو التابلت حقي، اجمع المعلومات حقته، اروح اشوف اللينكدين صفحته، اروح اشوف ايش المواقع التواصل الاجتماعي اللي هو نشيط فيها واجمع المعلومات وش المحاور اللي هو يتكلم عنها عشان اقدر اوصل له. بعد ما اجمع المعلومات انا احاول ابني مع ريليشن شيب عشان يكون بيني وبينه تواصل. بعد ما يكون بيني وبينه تواصل انا اشوف ايش النقطه اللي انا احتاجها عشان انا اخترقها. على سبيل المثال انا ابغى الاي دي حقه، خلاص انا اروح اتواصل معه واسوي ريليشن شيب ويكون لابس الباتش حقه، انا خلاص اخذ الاي دي حقه. النقطة الأخيرة كيف أنا خلاص أفترقه وأخذ المعلومات اللي بيها، أخذت الـ ID حقه، أنا أقدر بإمكاني إني أدخل مكان العمل حقه وأخذ المعلومات اللي أبغاها. جميل؟ هذه باختصار الأربع نقاط للسوشيال إنجينير. في أنواع كثيرة من السوشيال إنجينير، لكن بعطيكم مثالين. المثال الأول عن فيشنج إيميل. أنا من الناس اللي جاني فيشنج إيميل. أنا جاني فيشنج ميل، ممتاز. هذه فيشنج ميل، وش فيشنج ميل قبل كل شيء؟ يعني أنا أجي أغريك على شيء علشان أنت تسوي وانس كليك وانس أني أنا أخذ معلوماتك. هذه فيشنج ميل، أو وانس كليك المالوير ينزل عندك أو البرامج الخبيثة تنزل عندك في جهازك وتسوي لها دمج كامل. جميل؟ عندنا هذه صورتين للفيشنج ميل. أنا وصل لي قبل تقريباً أسبوع فيشنج ميل من شركة يبون يغروني يقولون لي عندك وظيفة في دبي ونبغاك تقدم عليها قبل 28 فبراير أسرع وقت، بس اضغط على الرابط. طبعا أنا أول ما شفت الإيميل شفت اليو آر إل، شفت الدومين حقه أتوت، مو واضح لي وش بالضبط. رحت شيكت في أونلاين تولز كثيرة تقدر تشيك منها فوش بالضبط الدومين اللي جايك، هل هو suspicious، هل هو ملشز، هل هو في مالوير ممكن ينزل لك عليه. اكتشفت انه اول ما ضغط اخذت هذا اللينك سويت له كوبي، اللينك طبعا مو واضح، مسوي له هيدن، ما حط اللينك، حط لي هيدن بس يبغاني اضغط عليه. كليك يمين تسوي له كوبي للينك تروح برامج معينه، على سبيل المثال فايروس توتر، هذا برنامج مهم جدا انك تشوفه، تحط فايروس توتر. هذا فايروس توتر تستخدمه تتاكد من الدومينز او الهوست هل هو ملشس ولا لا؟ لأن بعض الأشياء إذا دخلتها أنت ممكن تصير سيتوهم، ترسل لك تسحب المعلومات حقتك. فشفت بعد ما شفت الإيميل لقيت ملشس ولقيت عليها بور رانكينج في العالم. الشغلة الثانية اللي هو في الجامعة، طبعاً دائماً ركز على العنوان. اللي هو العنوان على سبيل المثال مكتوب لك يور باسورد اكسبايرد ان ون داي، ما في احد يجي يقول لك الباسورد حقك بيخلص، سواء جامعه سواء لابتوب سواء اي شيء، على طول يجيك يقول عطني الكرنت باسورد وسوي ريستارت الباسورد الجديد. نفس الفكره يقول يور باسورد ويل بي اكسبايرد ان ون داي، لكن هنا وش الفكره اللي فيها؟ قال لك لا، خلال 24 ساعة اضغط على الرابط هذا عشان تغير تغير الباسورد. كل الايميل متواصل بنقطة واحدة، انه بسرعة غير الايميل، بسرعة غير الباسورد، او بسرعة قدم على الوظيفة، كلها اغراءات عشان تخلص بسرعة. هذه اكبر مشاكل تصير في الفيشنج. وطبعا وانسى انك تضغط ممكن ينزل برامج خبيثة عندك في الجهاز، ممكن تنزل فيروسات، ممكن يسوي وايب كامل يحذف كل شيء عندك في الجهاز. ممكن يكون في كي لوجر، هذا من الاشياء المهمه والخطيره، اي ضغطه زر او اي شيء انت تبحث عنه خلاص يصير يخزن ويرسل للهكر. النقطه الثالثه اللي عندنا سبوت ويب سايت. هذا سبوت ويب سايت كثيره وخاصه في الجفرمنتال ويب سايت. عندنا على سبيل المثال مواقع موقع وزاره الداخليه ابشر، او مواقع حكوميه اخرى. لكن انا جايب لكم الحين ليت الموضوع اللي راح نتكلم عنه بعد شوي اللي هو امازون والفيسبوك، سوشيال ميديا واونلاين شوبينج. اذا جينا نتكلم عن امازون كذا صفحتين نفس الشيء، لكن وش الفرق فيها؟ تقدرون تطلعوا لي الفرق فيها؟ ولا مو واضحه؟ الفرق فيها هنا موجود، امازون اللي هو او ان، ممتاز. لكن الثاني
ممتاز، هذا اول شيء، اول نقطه ان SSL HTTPS يكون انكريبتد المعلومات اللي انت تحطها فيه، لان تحط كريدت كارد باسورد تحط اشياء كثيره، هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه هذا HTTP برضو. النقطه الثانيه اليو ار ال، اليو ار ال لازم ندقق عليه، محطوط لي امازون او ان ان، مو واحد رفع الصوره لكن مغير لي في الدومين علشان انا ادخل، ونسني انا دخلت خبر هذا الكريدنشال حقتي كامله. ممكن انه يكون سبوف بس مو بس لللوجن، يكون سبوف للموقع كامل بعد ما ادخل واشتري واتسوق، انا بحط الكريدت كارد حقتي، فانا كذا خلاص سحب الكريدت كارد وسحب الباسورد وسحب كل حاجه، وعرف الايميل حقي الشخصي، فيقدر اصلا حتى يتواصل مع الدعم ويسحب اي نقطه يبغاها. جميل. النقطه الثانيه فيسبوك، نفس الصفحتين كلها، فرق برضو SSL HTTP. اي موقع تواصل اجتماعي لازم يكون انكريبتد، اي موقع لازم تعتمد داتا تدخل عليها لازم تكون HTTPS انكريبتد للداتا اللي انت راح تحطها. موجود اللي عندنا هنا اللي هو facebook.com، ممتاز. لكن النقطه الثانيه facebook.net، احنا اغلب الاشياء اللي ندخلها او المواقع اللي ندخلها ما نركز وش الرابط، نكتب في جوجل انا بدخل على موقع ابشر ولا فيسبوك ولا انستغرام وادخل عليه ولا ادري وش الرابط الموجود عندنا، هذا اكبر مشكله. بعض الاحيان يكون نفس الرابط لكن اليو ار اي مختلف. احنا عندنا يتقسم الرابط الى قسمين، اول قسم يكون فيه اللي هو هذا القسم الاول amazon.uk اللي هذا يعتبر اليو ار الدومين حقي، بعد السلاش يعتبر عندنا شيء اسمه اليو ار اي. اليو ار اي هذا وش السب دومين اللي انت داخل عليه، لانه ممكن الميليشس اكتيفيتي او السسبيشس بيج تكون في اليو ار اي، ممتاز. عندنا النوع الثالث اللي هو فويس فيشنج، هذا مقطع فيديو من بلاك هات، المنظمه الكبيره في السايبر سكيورتي، وتعرض لنا كثير من ولها مؤتمرات دولية كثيرة في أمريكا وفي العالم كامل. تحدث ببساطة شغلت موقع شغل بس عشان تقدر تلهي الموظف، تقول إن أنا عندي طفل قاعد يبكي وأحاول أعطيه إيميل أو أعطيه الباسورد. هذه كثير تصير حاليا، كثير يكلمونا ويدقون علينا يقول أنت داخل على سحب مبلغ معين، ولا أنت داخل على خاصة ضرر يا نصيب يا نصيب، فيها أشياء كثيرة. هذه ممكن أنك تضطر أنك أنت تعطيه يا رقم جوالك أو تعطيه الباسورد أو تعطيه الرقم الـ ID حقك، هذه أكبر المشاكل اللي تصير والاختراقات اللي تصير حاليا، وخاصة الواتساب حاليا. نتكلم عن طريق الواتساب، في اختراقات كثيرة صايرة في الواتساب اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أنا أجي أكلمك، يخترقون الجهاز، يشوفون من أنت متواصل معي، يخترقون الشخص اللي يجيبونه ويتواصلون من حسابه، بعد ما يخترقون الشخص يروحون يكلمون احد من اللستة عنده، يقول انا محتاج فلوس وعطني حول لي المبلغ الفلاني على رقم البنك حقي. هذا تصير كثير وصاير الناس كثير عارفهم برضه. فاذا جاتك زي كذا المفروض انك انت اول شيء كاز سكيورتي سايد انك انت تروح تكلم الشخص جوال وتتاكد منه قبل كل شيء. بعض الويب سايتس تكون مغيرين المعالجات حقها و it's gonna happen. Let's assume like once I clicked on a fake website, how do I know that my computer is hacked? ما تقدر تعرف من الكمبيوتر حقك، لأن ما تدري وش الطريقة اللي مستخدمها الأتاكر. Once إنك أنت دخلت على سبوف دومين، ما يبغى جهازك. What? بس هو اليوزر نيم حقك. Okay. عشان اكسس للموقع اللي انت تحتاجه تدخل عليه. ناخذ اكزامبل بسيط، تشتري من اونلاين شوب امازون، دخلتي على سبورت دومين، ممتاز، كتبتي الايميل واليوزر والباسورد، ونصب انك كليك خلاص في دايركت راح لصفحه ام تي سي 2 اللي هو عن كوماند كنترول للاتاكر، اخذ المعلومات، اخذ الكريدنشال الان، بديتي دخلتي تسوقتي خلاص فاينلي خلاص تدفعين فلوس، حطيتي الكريدت كارد حقتك، سويتي سبمنت،
دي لغة ما شريتها صحيح. خلاص كل حاجة صارت عند الأتاكر. هذا هو اللي يحتاجه. يعني في طرق كثيرة. في بعض الأتاكرز ما يحتاج الشيء هذا. يحتاج معلومات عنك شخصية أو معلومات عن المواطنين السعوديين مثلاً أو على سبيل المثال تخطي أبشر يسحب الكريدنشال حقتك يستفيد منها بشيء ثاني غرض ثاني. هذا غرضهم سرقة وهذا غرضهم داتا ليكج. في أنواع كثيرة مختلفة. برضه ممكن إنه يستخدم إنه إذا صار في أتاك وصار على جهازك ممكن أنا آخذ جهازك عشان أستخدم الـ IP حقك أو أستخدم الماك IP ماك أدرس حقك اليوني عشان أقدر منهنا أخترق أجهزة ثانية وما أكون أنا اللي في الوجه تكوني أنت اللي في الوجه. أوكي. أوكي. كيف نوقف السوشيال إنجينير؟ عندنا نقاط مهمة كيف توقف السوشيال إنجينير؟ هذه أول شيء أول نقطة وتكلمنا عنها زي اللي صار لنا في فيشينج ميل اللي هو قال لك غير باسورد قبل اليوم عشان عشان ما ينتهي صلاحيته. ممتاز. الشغلة الثانية زي ما قال لي في وظيفة عندك في دبي لازم تقدم عليها قبل 28 من الشهر. هذه أشياء يعني لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل كل شيء. أي أحد يجي يسألك عن معلومات شخصية ما لها أحقية فيها مو بلازم أنا أعطيه إياها. هذه كثير تصير. يتصل عليك أحد يقول لك عطني رقم البنك حقك أو عطني الإيميل الشخصي حقك ما له أي علاقة إنه يأخذ المعلومات هذه. هذه واحدة من أنواع السوشيال إنجينير لازم نوقفها. أي أحد يسألك باسورد حقك طبيعي هذه ما تعطيها أي أحد. الشغلة الثالثة إذا جاك واحد قال لك لا نبي نخترق البروسيجرز والبوليسيز حقت الجامعة ونمشي فيها هذه أشياء تقريبا يخليك باي باس له. إذا اخترقت أنت الأمور هذه هو يجي بعدك. عندنا الشغلة اللي هو واحد يجي يقول لك something too good يعني حاجة أنت ربحت شيء ربحت يعني على سبيل المثال برا تصير لي نصيب أنت ربحت فلوس أو أجتك على فيها حالياً الآن موجودة كثير يتصلون علينا وش يقولون لنا يقولون ادخل سوق الأسهم بس بنعطيك رقم عطنا رقم حسابك وعطنا رقم الأيبان حقك تصير هذه كثير حالياً. الشغلة الأخيرة جاءت إيميل من شخص قديم أنت تعرفه هذه تصير في الواتساب على سبيل المثال أنت يرسيف إنك حول لي فلوس أنا محتاج دراهم عشان من زميل سابق ما أتأكد من الشخصية اللي هو ما حوله. باختصار هذا كله سوشيال إنجينير. ممتاز. بندخل على موضوع السوشيال إنجينير برضه في اللي هو في الأونلاين شوبينج. الآن كل شيء فيه أونلاين شوبينج. الأونلاين شوبينج مو مختصر على خدمة أو سلعة تبيعها حتى الكلاودينج حتى الاستضافات حتى السيرفيسز كلها موجودة في الأونلاين شوبينج. الأونلاين شوبينج سهل علينا أشياء كثيرة جداً وكلنا صرنا نستخدمها. في أشياء يعني وش الأشياء اللي عشان نستخدم الأونلاين شوبينج حالياً شو الأمور اللي خليتنا نستخدم الأونلاين شوبينج نسيف تايم وما في زحمة وما في إزعاج وخلاص وأنا جالس في مكاني خلاص. بعض الأحيان إنك سهل إنك ترجع وتشتري فيه. وبعض الأحيان تشوف تغريك العروض اللي تخليك أنت تروح تضطر تروح للأونلاين شوبينج وهذا في ريسك لك بعض الأحيان. مور كنترول أسهل لك. جميل. عندي سؤال عشان أعرف إن هذا الويب سايت والله أشوف أستخدم الويب سايت لأن أنا ما أعرف الويب سايت معروف الويب سايت بس تعني شحن فلوس من القاعدة فيه ممكن الكريدنشال إيه هل تجيك سحب الرسائل اللي كنت سحبتها من طاقتك من نفس الشركة؟ يس من نفس الشركة. وصلتي معهم؟ عبدو بقيت وقفت طاقتك. إيه هذا أول طريقة تصير بس بعض الأحيان لازم هي أشياء أمور شرحتها قبل شوي وقلت تتأكدين إنه يكون هو الموقع تتأكدين من الدومين والروابط. ونقطة ثانية مهمة لا تسيفون أي بطاقة أنتم تشترون بها هذه نقطة خطيرة يعني أنت سيفتي توقع البطاقة حقتك نفس الموقع يوم شريتي أو هذه من النقاط المهمة جدا
توديك يعني تخليهم يسحبون منك الفلوس، خاصة لما تصير تعرف أبل، أبل يسحبون منك كثير لأنك أنت مسيف عندهم الطاقة. هذه أشياء هم يستخدمونها. هذه بعض الأشياء اللي تعتبر ويكنس اليوم، أنه على طول يحفظ طاقته ويستأمن الموقع ويستأمن المكان ويستخدمون، بدل ما تستخدمين فيزا كريدت كارد عادية تستخدم الشحن. طيب مثلا كانت فلوس لازم نتفلكس مضمون، في أشياء فيها السكيور فيها عالي، تتأكدين مش الموقع، تتأكدين من الدومين هذا صحيح. نتفلكس أنا مسحب فيه بطاقة الباعة، إيه سكيور. في أشياء مواقع سكيور، في مواقع تخافين منها، يعني زي في مواقع كثيرة طالعة أونلاين شوبينج ما نعرفها، خاصة كل يوم مشاهير يسوون إعلان الموقع يسوون، ما تدري وش المواقع هذا. وش الريسك اللي في الأونلاين شوبينج؟ أول شيء فيك ويب سايت نفس ما حصل لنا في أمازون وفيسبوك. أو ثاني حاجة إذا جيت تشترون أو إذا جيت تشترين من الموقع تكون بيمنت أوتسايد، يعني على سبيل المثال الحين أنا جيت شريت وصلت للنقطة الأخيرة في الدفع، سوالي ترانسفير لموقع ثاني عشان أنا أدخل بيانات البطاقة فيه. هذه مشكلة كبيرة وتصير كثير عندنا، يعني هذا تصير كثير اني انا اشتري من امازون ويرسلني موقع ثاني سب دومين عشان اروح ادفع فيه. بس الحين يصير الموقع حقي شيء اذا صار البنك هذا اوكي، لكن في بيبال، بيبال هذه مو مضمونة وصار فيها اختراقات كثيرة. اذا كان البنك في دبل فاكتور اوثنتيكيشن يرسل لك رسالة على جوالك رقم سيبلي وتدخلي، هذه اشياء اوكي فيها سكيور سايت. بس اذا قال لك لا خلاص انت دخلي البطاقة الائتمانية حقتك ولا جاتك لا بدون اني مسج من البنك، لان الان كل البنوك مطبقة نظام تو فاكتور اوثنتيكيشن سواء فيزا ولا سواء الابلكيشن حق الديجيتال، فلازم انه يكون في دبل فاكتور اوثنتيكيشن ولازم انك تتاكدون من السيرتيفيكت اذا كان موجود اس اس ال اس تي في اي موقع ما في اتش تي تي بي اس اللي هو السيرتيفيكت ما حد في بطاقتي، لانها راح تطلع لك كلير تكست بالارقام حقتها اتس نوت انكريبتد. هذه مشكله كبيره ممكن تطلع على طول يقدرون يسحبونها المعلومات حقتها. بس في بعض المواقع حقت الاونلاين شوبينج لما تشتري تسوي تشيك اوت تحولك على تسوي لك ريدايركت على مثلا على بيفورت بيفورت بيبال، هذه كلها يرسلون لك دبل فاكتور اوثنتيكيشن. لكن اذا وداك الموقع اكس ما ارسلك دبل فاكتور اوثنتيكيشن هذه فيها مشكله. اذا وداك الموقع سوالك ريدايركت الموقع ثاني سب دومين مو اتش تي تي بي اس اتش تي تي بي هذه برضه فيها مشكله. هذه النقاط المهمه. فيها الناس يستخدمون الاونلاين شوبينج عشان سرقه المعلومات. اكبر حصيله معلومات تحصلها في الاونلاين شوبينج، وفي اكزامبل بوريكم اياه في نهايه الموضوع عن شركة كبيرة ومعروفة انسرق منهم تقريبا فوق ال 145 مليون ريكوردينج، وصارت يعني شركة كبيرة في الاونلاين شوبينج. وبرضه في شركات تيليكوم صار لها نفس الفكرة، وبرضه في فنادق على سبيل المثال ما ودي اذكر اسماء، لكن في فنادق انسرقت الداتا حقتها وصاروا يبيعون الداتا حقتها في الدارك ويب. يعني انا بشتري بضايق اسامي ممكن يكون فيها اسامي كبار، فيها اسامي شخصيات، فيها ناس كثير. اخر شيء صار العام هو بريتش ايرلاينز، وش صار فيها؟ صار فيها داتا ليكج انتشر، صار عليهم اختراق، كل الكريدت كارد كل الكريدنشلز حق العالم كل اسمائهم كل ايميلاتهم طلعت عند العالم وانتشرت. صاروا العالم يدورونها في السوق السوداء في الديب ويب. اضطروا البنوك يسوون اي احد شرى من بريتش ايرلاين انا بغير له فيزا حقته مباشره. ادوير